في خطوة وصفتها الإدارة بالاحتجاجية على انعدام الديزل، أغلق المستشفى السعودي بمحافظة حجة أبوابه اليوم أمام المرضى الوافدين إليه من أكثر من محافظة. وبررت إدارة المستشفى قيامها بهذا الإجراء بسبب عدم صرف الكمية المخصصة له من مادة الديزل بعد أن كانت لجأت في منتصف مارس الماضي لذات الخيار. وقد أجبر العديد من المرضى على مغادرة المستشفى السعودي والتوجه إلى المستشفى الجمهوري بالمحافظة، ما تسبب بحالة ازدحام شديد. من جانبها قالت إدارة المستشفى إن الإغلاق سيستمر حتى تقدم قيادة المحافظة ضمانا بصرف ما هو مخصص لها من الديزل في الوقت المحدد دون ما مماطلة أو تأخير، كون المستشفى يشهد إقبال كبير للحالات المرضية والإسعافية بشكل يومي، وهذا الأمر يتطلب بقاء المولدات في حالة عمل على مدار الساعة.